الكرت الخاص هنا اللي يقول كرت الخاص الذهبي، ومكتوب في الورقة اللي جاية معاه انه عزيزي نقدر نقول كاستمر ايسوس، كاستمر اللي هو نقدر نقول زبون ايسوس. فبكل بساطة قاعد يقول لك الف مبروك عليك الاكسكلوسيف ليميتد اديشن، النسخة الخاصة لـ30 سنة، وانت ايضا بندعوك انك تنضم لنا في الاي في اي بي، تعتبر انيشيتيف انفيتيشن، فتصير عندهم عضو في اي بي 3 سنوات ضمان. جدا يستاهل هذا الجهاز 3 سنوات ضمان. البوكس بحد ذاته والشعار التلميع والاشياء المضبطة مرة رايقة. هدي نشوف الجهاز. الجهاز ما اسوي لكم مراجعة الحين، ولكن هنا انستغرام اي جي تي في اناقة وكل شيء اناقة. فوريكم الأناقة حركات حقت نفس الجهاز. هذا الشعار موجود عليه تطريز، ملاحظين كيف؟ هنا لو فتحت على نفس الصفحة الداخلية خليني أشوف إيش كاتبين. كاتبين عن الشعار، كاتبين leather craftsmanship، نفس صناعة الجلد وما الجلد اللي استخدم، قاعدين يتكلموا على الشعار والأشياء اللي ضبطوها على الشعار في المظهر حقه. على طول أحمد فهمني، هو اللي قاعد يصور، قاعد يجيب لقطات الجهاز وكأنه في او. فنتكلم على التذهيب اللي موجود من الجهة، نتكلم على الكفر كات اللي مضبوط، انه كيف ضبطوا الكفر كات، كيف ضبطوا 18 قيراط الذهب اللي موجود هنا روز جولد. اوكي ضبطين كات مرة رايقة. هذا شعار 30 سنة. نتكلم على اوكي بعدين قاعد نتكلم عن الجهاز. الجهاز الحركة اللي وصلت لكم اياها هنا تبان لما ترفع الشاشة الجهاز يرتفع. الرفعة ذي هي اللي تخلي الكيبورد قاعد يعطيك مساحه اضافيه. هذه نفسها تقول في علبه بالضبط. وهنا ايضا الزين بوك معروف بحاجتين، الستايل حق الشاشه، الشيء الثاني وجود شاشه ثانيه. فعندكم هذه ما هي ماوس باد فقط، هذه شاشه ايضا اللي كنت تستخدمها فتشغل فيديو يوتيوب هنا، تبغى تستخدم الجهاز عادي، وايضا عندك الشاشه الاساسيه اللي موجوده، فهي شاشتين في واحد. والشاشه دي تضغط على الزر على طول ويحول لك اياها لماوس باد، ترجع لها بشكل طبيعي وتستخدمها. الصوت هارمون كاردان، والصوت موجود اثنين تحت، يس اثنين من الجهه الاماميه كالمراجعه اللي سويناها اول. المنافذ اللي موجوده المفروض عندكم هنا حيكون منفذ يو اس بي اي، منفذ يو اس بي تايب سي، المفروض يكون عندكم ايضا قارئ كروت. لا هنا ايش المفروض؟ الباور هنا، المفروض الباور اوكي ضبطت معي. الباور هنا، وعندكم الاتش دي ام اي الجهه الثانيه، مايكرو اس دي، موجود يو اس بي اي، موجود منفذ سماعه، كلها على نفس الايسوس. وزنا ما هو مره خفيف وما هو مره ثقيل، وزن معتدل الوزن. المراوح موجوده من الجهه اللي ورا. هذه نظره على الايسوس زين بوك. تبغى تشوف الجهاز التفاصيل وتشغيل والاشياء دي كلها، اكيد هذه احطها في مراجعه اليوتيوب بشكل جدا كامل، فلا تنسوا تروحوا هناك اذا بغيت. نهايه الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولازم اشكر اسوس، اعطيهم العافيه، هديه مميزه والاروع من كذا، لهم كل الشكر. شكرا لكم.